بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. معاكم ان شاء الله من 3 ل 4. مستنيين كل تليفوناتكم على 236، الاس ام اس على 236، الخط الارضي على 0900936. الخط الدوري هينزل معاكم على الشاشه. والنهارده الحلقه مخصصه للكيكات. كتير جدا جدا احنا يعني من طبعنا المصري في الصيف تلاقوا بعد الغدا كده يا اما طبق فيه شويه فاكهه، طبق فيه تين شوكي، طبق فيه بطيخ، او طبق فيه كيكه، وقاعدين كلنا ملمومين حواليها، وخاصه في الصيف والتجمعات والمصايف. فالنهارده احنا هنعمل مع بعض ثلاث انواع كيك بسيط جدا، سهلين جدا، نتيجتهم لطيفه قوي قوي. وهم نوعين الحقيقه، وهنطلع منهم طبق لطيف جدا جدا وصيفي قوي برده. علشان نعمل كيكه الجيلي، طبعا دي مش كيكه الجيلي التقليديه يا جماعه، في كيكه جيلي تقليديه اللي هي الكيكه وفوقيها طبقه الجيلي ونقلبها، لا مش دي. دي اسهل كتير، هتديكوا النتيجه والخفه بتاعه كيكه الجيلي، بس اسهل كتير في التكنيك بتاعها. للناس اللي بتبقى متخوفه انها تقلب الحاجه او الحاجه ما تطلعش منها مظبوطه او كده، فدي اسهل كتير. طيب عشان نعمل الكيكه نفسها، عندنا كوبايه ونص من الدقيق، عندنا بيضتين، كوبايه سكر، كوبايه ميه، معلقه كبيره بيكنج باودر، رشه ملح ناعم، معلقه صغيره من الخل، معلقه صغيره من الفانيليا، 5 معالق من الزيت. ماشي. لا ده قلب يعني مطبخ اختك، مفيش حاجه يعني، انتوا تنوروا في اي وقت. طبعا للتقديم عندي بودره جيلي، هنا عندي 3 انواع، عندي فراوله وعندي تفاح اخضر وعندي مانجا. ماشي ماشي. عندي للتقديم مانجا ونعناع. هنعمل ايه بقى؟ انا هقول لكم هنعمل ايه. الوصفه سهله وبسيطه ولذيذه جدا جدا. هاخد ال البايركس اللي احنا هنقدم فيه. ليه اميره مستخدمه بايركس؟ عشان انا قلت ان انا مش عايزه اخش في دايره انه اقلب وان الكيكه وان الجيلي وكده، فانا هعمل في البايركس وهقدمه في البايركس. ممكن نعمل في الصينيه ونقدم في الصينيه، ممكن نعمل في الصينيه ونقلب الكيك وبعدين نبتدي نحط الجيلي ونقدم، كل ده ممكن، بس اسهل طريقه انه جوه البايركس. طيب الكيكه دي ينفع تتعمل في الفرن وينفع تتعمل في المايكروويف. ايوه زي ما سمعتوا كده، بنسوي في المايكروويف عادي خالص خالص. الكيكه بتاخد من 10 دقائق ل 15 دقيقه للحجم ده. لازم اهم حاجه يكون البايركس حراري بيخش الفرن والمايكروويف، ولازم يكون البايركس على قد المايكروويف يلف جواه بس كده، او تسووه في الفرن عادي مفيش مشكله. ايه اللي هعمله؟ هاخد البيض بسم الله معاه الزيت، الخل. خل من الحاجات اللي بتخلي الكيكة تنفش وتبقى جميلة وبتقضي على ريحة الزفارة بتاعت البيض. فانيليا، انا عندي هنا سايلة لكن انتوا ممكن تستخدموا باودر. وادي السكر. هقلب الاول كل ده مع بعضه مع المية في نفس بقى عشان ما نعملش مواعين ولا حاجه، وانتوا طبعا اصلا مش هتكونوا حاطين المقادير في بولات، فهيكون الموضوع اسهل واسرع كتير. يا محمد. الو. بعدين هنزل بالمقادير الجافه اللي انا خلطتها مع بعضها. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله. اؤمر يا حبيبي. بحب حضرتك قوي. حبيبي انا كمان بحبك قوي. اؤمر. انا كل يوم بتابع حلقاتك. حبيبي ربنا يخليك. بصوا وعدها الصبح. حبيبي تسلم لي يا رب. اؤمر يا محمد. عايز الكسكسي، طريقه عمل الكسكسي. عينيا. طريقه عمل الكسكسي لو سمحتوا، وممكن نعمله كمان قريب، بقالنا كتير قوي ما عملناهوش. اكتبوا لنا يا ولاد. يا بوس بوس ابعتي الهبه ان احنا عايزين نعمل الكسكسي. ساعي البريد. وهقلب كده كويس جدا، وباخد بالي من الاطراف ومن تحت ان كله مختلط، ومش هسكت على كده. اول ما اشوفش الدقيق هجيب سباتيلا وابتدي اجيب من تحت لفوق ومن فوق لتحت. طيب اميره، هل ينفع الزيت يبقى زبده؟ ينفع. طيب هل ينفع الكيكه دي تتعمل بالشوكولاته؟ ينفع. هشيل 3 معالق كبار من الدقيق واحطهم من الكاكاو الخام. ينفع اعملها ريد فيلفت؟ ايوه ينفع. هشيل معلقه كبيره من الدقيق احطها كاكاو خام، واضيف معلقه صغيره من اللون الاحمر سواء كان باودر او جل.
مفيش مشكلة خالص. طب ينفع اعملها بالبرتقال؟ ايوة ينفع. المية هتبقى عصير برتقال والفانيليا هتبقى بشر برتقال. ينفع بالليمون؟ ايوة. المية هتبقى عصير ليمون والفانيليا هتبقى بشر ليمون وهكذا. يطلع منها مليون حاجة. طب عايز اعملها بجوز الهند، اشيل المية واحط لبن جوز الهند، كله ينفع، كله حلو، كله مظبوط. ادخل بيها بقى يا اما على الميكروويف يا اما على الفرن. الفرن 180، الرف اللي في النص تحت بس اللي شغال، لو في مروحة شغالة للكمية دي بالارتفاع ده تاخد مني تلت ساعة تقريبا. تمام، هنختبرها طبعا زي اي كيكة عادي خالص. عايزة بقى اجهز لها الجيلي ولازم يبرد، فانا مجهزة جيلي بارد وبعدين في جيلي هنعمله مع بعض ونسيبه يبرد. باكت الجيلي بياخد كوبايتين مية، كوباية باردة وكوباية سخنة. احنا هنا هنستخدم كوباية واحدة بس سخنة علشان عايزينه تقيل. ف جيلي مانجا باكت عليه كوباية من المية السخنة، باكت تفاح اخضر جيلي عليه كوباية مية سخنة، باكت جيلي فراولة عليه كوباية مية سخنة. مش هرفع على النار ولا اي حاجة، لكن لو انتوا متسربعين وعايزين ترفعوا على النار عشان يغلي اسرع ارفعوه، ماشي؟ مش عايزين ترفعوه على النار مش متسربعين بره النار تمام، بس هقلب لحد ما الجيلي يختفي تماما. طب افرضه مرضيش يختفي تماما، يبقى هرفعه على النار مجبرة. اوكي يا جويرية ولا جويرة بس؟ ماشي حاضر يا جويرة. نعم. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله. موري عايز تسألي على ايه؟ حاضر على طريقة الكب كيك. حاضر عينيا. الكب كيك يا حبايبي يا دينا، انا كده سامعاكي. الحمد لله على السلامة يا دينا، نورتي حبيبتي. مين على التليفون؟ يا فرح. الو، ازيك يا فروحة؟ ايه ازيك؟ كويسة. موري عايز تسألي على ايه حبيبتي؟ الكيكة. حاضر، احنا لسه عاملين كيكة ولسه هنعمل كيكة كمان يا فروحة. بصوا بقى يا حبايبي، بعد ما الكيكة تطلع وتبرد تماما هنكون احنا عملنا الجيلي وسبناه برد تماما، هي نفس الوقت. انا دخلت الكيكة الفرن هتاخد لها من تلت ساعة لنص ساعة حسب وقت او حسب الفرن اللي عندنا. يبقى في الوقت ده بكون انا محضرة الجيلي. تمام تمام. عقبال بقى ما هي تستوي وتطلع وتبرد هتكون هي بردت والجيلي برد. اعمل ايه؟ انا اقول لكم نعمل ايه. هجيب اي حاجة، معلقة خشب، اي حاجة، بس انا عايزة حاجة تكون يعني سميكة شوية، مش عايزة حاجة رفيعة. يعني مش عايزة مثلا استخدم ال اسمه ايه بتاع الشاوي، السيخ الشاوي، ايوه بالظبط كده، مش ده اللي انا عايزه استخدمه. انا عايزه استخدم حاجه سميكه. هعمل ايه بقى؟ تعالى معايا بقى هنا كده. كيكه طلعت وبردت بعد ما استوت، هقوم داخله بالسيخ التخين اللي هو ايا كان هو بتاع ايه. اهو دي باللغه الاجنبيه اسمها بوك كيك. يعني ايه بوك؟ يعني معمول لها بوكس كده، معمول لها عشان بس الناس اللي بتحب تدور على الوصفات وتقرا وكده، يعني معمول لها بوكس، يعني معمول لها اخرام كده عشان تستقبل الجيلي. اهو اسقي بقى، اسقي وادخل جوه الايه، جوه البوكس دي. اهو ادي نوع بارد تماما الجيلي يا جماعه، ها بارد بس سايل، بارد بس مش متجمد. اوكي وادي نوع، وادي النوع التالت. بتطلع لذيذه جدا جدا بعد ما بنعملها كده وكل البوكس دي كده نملاها، بندخلها التلاجه، بتطلع كيكه جيلي لذيذه ومش تقليديه ولطيفه جدا جدا ومنعشه جدا في الصيف. اهو شايفين بتطلع بقى البوكس دي كلها مليانه بالجيلي. اهو
تقدروا بقى تصغروا البوكس، تكبروها، تكتروها، تقللوها، تقدروا كمان تعملوها بنوع واحد من الجيلي، تعملوها بانواع اكتر من 3 انواع من الجيلي. ممكن تاخدوا كده زي ما انا هعمل دلوقتي كل نوع لوحده، وممكن تعملوا ميكس ما بين الانواع والالوان والاطعم براحتكم خالص. يا استاذ ابراهيم، الله الله يا ابراهيم. الو الو ابراهيم، انا سامعاك. يلا يا مدام يسر. حبيبه قلبي، حبيبتي، ازيك يا مدام يسر؟ ازيك يا ميرو، اخبارك ايه حبيبتي؟ في نعمه وفضل والله، الحمد لله. الحمد لله دايما يا رب. يا رب حبيبتي، اموري. بقول لك حبيبتي، لو انا انا عملت كذا مره الكيكه اللي بجيلي دي، بس انا عايزه يبقى في جيلي طبقه فوق الكيك. هقول لك ازاي. عينيا، ايه تاني؟ دايما بعملها يا ميرو وبالكيكه بتشربه، مش عارفه ليه، مع الكيكة انه بيبقى بارد. عشان بيبقى خفيف. خفيف زي اللي انا بحطه ده، صح؟ لا، لازم يبقى تقيل، يعني المقادير العادية بتاعت الجيلي. لا ما ينفعش، لازم اقلل المية شوية. ده كتير يعني، انا هنا عاملة نص المية، حضرتك هتحطي ربع المية، لان انا عايزاه اتقل من اللي عندي ده، عشان الكيكة ما تشربوش. ايوة. تاني ملحوظة، لازم يبقى سائع. بيبقى بارد بس ولا سائع خالص؟ سائع بس مش متجمد يعني. هو دلوقتي هيبقى سخن، بعد كده هيبقى دافي، بعد كده هيبقى في درجة حرارة الغرفة، وهو في درجة حرارة الغرفة هتدخليه التلاجة. اول ما يسقع قبل ما يجمد تقومي على طول نازلة بيه على الكيكة، والكيكة لازم تكون متجمدة في الفريزر. متجمدة في الفريزر يا ميرو؟ صحيح، ايوه، متجمده في الفريزر. هتقابليهم ببعض، تدخليهم بقى ساعتها التلاجه، تطلع عندك كيك جيلي مظبوطه. تمام. طب في سؤال تاني يا حبيبتي. يلا عيني. انا عملت القمح بتاع العاشوره، ايوه، وفاض عندي شويه، هما مبلولين مش مسلوقين. ينفع احفظهم في الفريزر ولا جدا؟ طبعا مفيش مشكله. ينفع. وممكن لو انت عايزه تسلقيه وتشيليه في الفريزر مسلوق، عشان يبقى سهل عليكي لما تيجي تطلعيه تعمليه بليله او عشوره او سلطه او شوربه، ممكن تشيليه مسلوق. طيب يا حبيبتي. حبيبتي يا مدام يوسف، تعيشي وتعملي يا حبيبتي. الف شكر حبيبتي. يا رب. الله يسعدك يا حبيبتي، مع الف سلامه. شايفين انا عماله ايه اهو، باخد من الجيلي، وطبعا يفضل دايما يبقى بحاجه ليها بوز كده، وافضل ايه، هتطلع عندكم كيكه بقى جيلي متشربه بالجيلي، والجيلي ده طبعا هيجمد لما يخش التلاجه، وهتطلع منعشه جدا جدا. تقدموها بقى بشويه فاكهه، بشويه كريم شانتيه، من ولا حاجه خالص، لذيذه لذيذه لذيذه، واسهل كتير من الكيكة التقليدية اللي لسه كانت مدام يسر بتسأل عليها، لأنه مش كل الناس هتعرف تمشي على الخطوات دي ومخضرمة يعني زي مدام يسر وكل أهلنا وحبايبنا. في ناس لسه جديدة، فالموضوع بيبقى صعب عليها، والخطوات بتبقى كتير، والوقت بيبقى طويل، فدي حل أهو. بس خلاص، دي رايحة التلاجة بقى، واحنا رايحين الفاصل على طول، هتخش التلاجة تمسك نفسها وتجمد، واحنا هنطلع فاصل ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. بعد بقى ما هتحطوا الكيكة دي، عايز اخد الكريمة معي، فين المانجا بتاعت التقديم يا حبيبي؟ بصوا بقى حبايبي، بعد ما تدخلوا الكيكه التلاجه، بعدها هتقوموا جايين، انا بحب اقدمها كده يعني، لكن طبعا انتوا مش مجبرين خالص، تحطوا على البوكس دي وردات صغيره من الكريم شانتيه بالشكل ده، بتبقى لذيذه جدا طعما وشكلا. و اي بقى اسمه ايه ده، فاكهة موجودة عندكم من فاكهة الموسم، هتقدروا برضو تزينوا بيها، وبرضو بنستخدمها للأكل. أنا مثلا عندي مانجا، بما أننا في موسم المانجا وهو موسم لا يعوض، فأنا أحب مثلا أقوم حطلها كده مانجا
وباخد منها وقت الاكل، بتبقى لذيذه جدا. طبعا ممكن برضو من غير فاكهه خالص، ممكن تقطعوا فاكهه وترشوها على الوش مع الكريم شانتيه. ممكن الكريم شانتيه يبقى ايس كريم فانيلا. يعني بصوا، يعني عيشوا حياتكم. بتتاخد مع الحاجات السخنه ومع الحاجات الساقعه، لطيفه قوي قوي. والكيكه اللي هنا خلصت برضو، هنطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدا في الريد فيلفت. الريد فيلفت من الحاجات اللي تبدو ان هي يعني مخصوصه قوي، وان هي صعبه ومعقده. هي كيكه، اي كيكه بتنجح معاكو، اي مقادير بتنجح معاكو او بتحبوها. وهتاخدوا من المقدار بتاع الدقيق معلقه كبيره تحطوها كاكاو خام، تشيلوا معلقه كبيره من الدقيق تحطوها كاكاو خام، ومعلقه صغيره من اللون الاحمر. في الوان كتيره في السوق، في سائل زي ده، في باودر، في جل، كلها الوان طعام، كلها موجوده في السوبر ماركت الكبيره والمحلات بتاعه مستلزمات الحلواني، في اي حي، في اي حته، في العتبه، في اي حته. المهم طبعا هاتوا نوع عشان يكون مضمون ان هو صالح للاكل بس، ده كل الحكايه. هتحطوا منه معلقه صغيره باودر، جل هيبقى اقل شويه، او سائل. في منهم كمان بيبقوا بنكهه، يعني هو لونه احمر وبنكهه الكريز، لونه احمر وبنكهه الفراوله، لونه احمر وبنكهه البطيخ. فلو انتوا عايزين تجيبوا وتدوها نكهه اوكي، مش عايزين اوكي، بس هي اساسا ما بيبقى لهاش نكهه. مين معانا؟ معلش انا اسفه. يا مروه. ازيك يا سيدي؟ ازيك يا مروه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. امور يا مروه. لا كنت بطمن عليكي بس. حبيبتي تسلمي لي يا مروه، ربنا يخليكي. يعني انا بخير طول ما انتوا بخير يا حبيبتي. تسلمي لي يا مروه. شكرا حبيبتي. هاخد الويسك، هاخد الاسباتيلا عشان انا استقر هناك بقى. زي اي كيكه عادي خالص، مفيش اي حاجه. باخد ده مقدار تاني، المقدار الاولاني مظبوط، المقدار ده مظبوط، استخدموا المقدار اللي يعجبكم. هاخد زي ما عملت في الاول، ادي البيض، الفانيلا، ادي الايه، انا ما قلتش المقادير، تعالوا نقول المقادير. معلش انا اسفه. الحماسه خدتني. كيكه الريد فيلفت، كوبايه ونص زيت، بيضتين، كوب لبن رايب، ممكن يبقى زبادي، ممكن يبقى ميه، ممكن يبقى لبن، معلقه صغيره فانيليا، 2 كوب سكر، سكر عادي السنترافيش بس لازم الحبيبات بتاعته تكون ناعمه، معلقه كبيره كاكاو خام، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بيكنج صودا اللي هي البيكربونات او البيكنج او البيكربونات الصوديوم، كوبايه ونص دقيق ابيض منخول ولون احمر. حطيت انا ايه هنا؟ حطيت البيض، حطيت الفانيليا، وادي الخل، وهحط معاهم السكر. هضرب الاول وبعدين ابتدي انزل الزيت سرسوب. ينفع يبقى نصه زيت ونصه زبده؟ ينفع، مفيش مشكله خالص يا ام كريم. وبعدين هحط على الدقيق رشه الملح والبيكنج صودا والكاكاو. ازيك يا ام كريم؟ الله يسلمك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الله يخليك. بقول لك ايه، انا كنت شفت الحلقه اللي اتكلمتي على الشهاده والمذاكره والتعب، تلاقيتك مش عارفه تعبري عن اللي انت عايزه تقولي. يعني انت بتقولي انا كل ما اذاكر ببقى مش يعني عايزه تاني، فانت تقولي كلمتين اتنين بس، كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. والله صحيح، تكتبيها كده على الأجندة صحيح بتاعتك. احسنتي يا ام كريم، صح عندك. كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. صحيح عندك حق، هو صحيح. ده بالظبط اللي انا كنت عايزه اقوله فعلا. ربنا يزيدك من العلم يا رب. امين يا رب. تسلمي لي يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا، شكرا جزيلا. ايوه فعلا انا كنت عايزه اقول كده، معلقه صغيره من اللون الاحمر. فعلا كل ما الواحد بيعرف بيعرف ان هو ما كانش بيعرف، يعني فعلا دي حقيقه. ده في اي حاجه وفي اي حاجه في الدنيا، يعني مش مذاكره بس. اللون الاحمر شفته الاول قبل ما تقولي؟ اوكي اذا كان كده تقدر تقولي عادي. دلوقتي حان اهو. امال هتدفع ثمنه؟ وادي اللبن الرايب، بس لو هتدفع ثمنه حطه عادي. عفوا.
ليه كده تيجي على الجرح كده؟ لاحظ ان كلامك جارح. حطينا اللبن، حطينا اللون الاحمر، يلا بقى المقادير الجافه كلها على بعض اهي، اللي هي ايه؟ اللي هي الملح، البيكنج صودا، الدقيق، والكاكاو، ونقلب. لو رفعنا الكاكاو وحطينا بداله معلقه من ال الدقيق ورفعنا اللون الاحمر، هيبقى عادي كيكه فانيليا عاديه خالص. يا نعم. زي ما انت عايز. ماشي. عشان بس نجيب اشياءنا من بره. صينية غير قابلة للالتصاق او متبطنة بزيت او زبدة ودقيق او متبطنة بورق الخبز. وبعدين هاخدها، هاخد الكيكة بتاعتي انزلها هنا. تقدروا على فكرة تقسموها كمان على اتنين فتعملوا منها طبقتين، انا هقدمها طبقة واحدة، لكن تقدروا تعملوا المقدار في اتنين وتحطوا كل مقدار في صينية، فيبقى عندكم طبقتين متساويتين على صينيتين قد بعض. تحطوا في النص الحشوة وعلى الوش الجارنش او التزيين، او تكتفوا بطبقة واحدة زي ما احنا هنعمل براحتكم. جاهزين لفاصل؟ يلا بينا. هحط الكيكة في الفرن 180، الرف اللي في النص. الكمية دي هتاخد من تلت ساعة لنص ساعة، وهنطلعها نبردها زي دي كده، نرجع نقدمها. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب عملنا ايه؟ دخلنا الاول الريد فيلفت دي، هبص عليها كده، ما ينفعش افتح لسه الفرن، واحنا كنا مجهزين واحده اصلا بارده علشان اعرف ان انا اقدمها معاكم. اخدنا جزء من القاع او القعر بتاع الكيكايه اللي هو من تحت عشان ما يبقاش باين معايا من فوق، او لو هي فوق عاليه وواطيه ممكن اخد من فوق اساوي. اخدتها وعملت بيها ايه؟ حطيتها في الكبه فرمتها، فبقى عندي دي من دي بس مفرومة، اوكي؟ وعندي واحدة تانية ايه؟ باردة، اوكي؟ اوكي، هنعمل ايه بقى؟ هاخد من الكريم شانتيه، طبعا ممكن تستخدموا اي حاجة تانية، مفيش مشاكل، بس انا هستخدم من الكريم شانتيه كده اهو، ويكون تقيل، وممكن بسباتيلا، مش لازم خالص بكيس حلواني يعني ولا حاجة، لان كده كده انا هغطي كل ده دلوقتي بال الكيكه اللي انا فتفتها من الكيكه دي، فمش هيبان معايا حاجه، فشكلها من تحت مش هيفرق معايا، عشان ايه بس نبقى واضحين. اوكي، وبعدين هم واخده من الكيكه اللي انا فرولتها ومحطه كده بس، خلاص اسهل حاجه، يعني اسهل حاجه في الدنيا. ممكن بقى نعمل كده ونقوم جايبين طبقه تانية من الكيك حاطينها فوق، وبعدين نقوم واخدين برضو طبقه زي دي على الوش، برضو تمشي وتبقى حلوه ولذيذه وشكلها حلو جدا جدا. اوكي، اوديها هناك بقى عشان الزحمه، وبعدين نعمل مع بعض الترايفل. طيب الترايفل ممكن يتعمل بالبسكوت، ممكن يتعمل بالكيك، وممكن نستغل فيه الكيك البايت عندنا. يعني عملت كيكايه وخلاص ما حدش عايز ياكل منها ونشفت اخدها، طب عملت كيكايه وطلع طعمها مش حلو قوي فخلاص ما حدش راضي ياكلها، فاقوم واخداها مدخلاها في الترايفل، لذيذه في كده يعني. فانا عندي ايه بقى للترايفل؟ عندي كيكه فانيليا، وعندي كريمه مخفوقه اللي هي الكريم شانتيه، معايا كمان ايس كريم فراوله وتشوكلت وفانيليا ومانجا. ينفع نوع واحد؟ اكيد ينفع. ينفع كريم شانتيه بس؟ ينفع. ينفع جيلي؟ ايوه ينفع. ينفع كاسترد؟ ايوه ينفع. ينفع مهلبيه؟ ايوه ينفع. كل ده بيخش في الترايفل وبيبقى حلو جدا. هنا عندي مياه غازيه بيضاء اللي هي يعني من غير لون، دي
ممكن استبدلها بالشربات بتاع الحلويات بس يكون خفيف قوي، ممكن استبدلها بشويه ميه بعسل، ممكن استبدلها باي عصير انتوا بتحبوا نكهته، كله هيمشي. عندي بقى شويه من الفاكهه طبعا برضو حسب المتوفر عندكم، انا موجود عندي عنب وموز ومانجا وكيوي، اللي موجود عندكم استخدموه. طبق او محطه فيه الكيك، ممكن كمان تسقوه بصوص شوكولاته سخن، ممكن تسقوه بشويه لبن حليب، ممكن تسقوه بشويه قهوه. كل دي افكار بتدي نكهه خطيره للترايفل وبتغير من شأن الكيك اللي هو ممكن يكون يعني مش احلى حاجه مثلا او يكون ناشف. باخد من اي بقى سائل من اللي انا قلته لكم، خفيف خفيف طبعا، واسقي بيه الكيك كده. وبعدين نخوض بقى معركة الايس كريم وربنا معانا. مش عارفين هنعمل ايه، استنوا استنوا ما نشوف. ده ايس كريم شوكولاتة زي ما قلتلكم، ممكن نوع واحد بس مفيش مشكلة. انا عايزة اعملها فور سيزن، فعايزة ايه، ممكن تعملوها فور سيزن يعني طبقات من فوق لتحت، بس انا عايزة اعملها فور سيزن بالعرض كده زي ما بناخد الكيك كده في المحلات، بحيث انه ما اعملش ميكس. اولا في ناس ما بتحبش طعم الميكس، ثانيا في ناس ممكن تكون مش حابة يعني طعم معين منهم، فخلينا نعمل كل واحد ياخد من الجزء اللي هو حابب طعمه، فاهمين قصدي؟ فادي مثلا الشوكليت، وادي الفراولة، وبعدين هنرجع نظبط تاني لو عايزين نزود في جنب من الجناب، فاهميني؟ انا وقت ما انت عايز بقى انا اشوف بقى اهو يعني. ها انت المخرج واللي تقوله يتعمل، انت عارف. وادي المانجا، طبعا لازم تكونوا مطلعين الايس كريم قبلها بشويه عشان تعرفوا انكم تشيلوا وتحطوا منه بسهوله وما يكونش سايح في نفس الوقت. اهو كده، اي بقى فراغات كده خاصه على الاطراف املاها علشان الشكل يبقى لذيذ. اي فراغات هنا برضو هملاها قبل ما اروح للنوع اللي بعده. اوكي، وبعدين هجيب الشوكولاتة كده شوية اهو. طبعا دي تعملوها وتدخلوها على طول وقت التقديم، يعني دي مش هينفع تتعمل وتتركن. وبعدين هقوم واخده الفانيلا هنا، وبعدين هقوم واخده الفاكهة ورصاها على الوش. انت قد الكلام ده، انت اللي قلت انا ماليش دعوه انتم مخرجين، والله ما انا خالص. وبعدين انتم مخرجين في قلب بعض يا اخويا، انا ماليش دعوه. انا حيالله مذيعة على قد حالي، انا مالي، ماليش دعوه بالكلام ده، متلبسنيش في الغلط بقى، خلينا اصحاب اهو كده بس خلاص شكرا. نجيب بقى شويه الفاكهه نرص بقى زي ما احنا عايزين. اوكي اهو براحتكم، هي فكره لذيذه كده ومختلفه بس هتعجبكم يعني، لذيذه قوي. وبعدين ناخد كده بقى عكس عكاس بقى عشان الالوان تبقى باينه اهو، فكره لذيذه ومنعشه ومختلفه عن الترايفل المتعارف عليه، كنوع من انواع التغيير. رايحين ضيوف عند حد تاخدوا طبق زي ده رائع، مش هتلاقوا منه في السوق. رايحين عند حد جاي لنا، صحاب الولاد، مش عارف ايه الكلام ده كله. وبعدين عايزه اقول لكم حاجه كمان، انه يعني سهل، ما فيهوش شغل جامد يعني، واخدين بالكم؟ ايس كريم ممكن تكونوا انتوا عاملينه في البيت، ممكن تشتروه جاهز براحتكم.
يلا بينا، انا جاهزه، هطلع فاصل وارجع هاخد كل ده اعمل بيه سموذي. يلا بينا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب انا لميت بقى بواقي الحلقه كلها وقلت بقى ايه، نعمل شويه سموذي علشان خاطر شويه تغيير كده، على شويه ميلك تشيك كده حلوين لزاز. فيعني ما فيش اي حاجه في اللي جاي ده مخطط لها، فما فيش اي حاجه الزاميه. انا عندي شويه عنب هنا هاخدهم، هحط معاهم شويه مياه غازيه بيضه، هعمل كوبايه عصير عنب خطيره. عايزين تحطوا لها سكر، عسل، فانيليا، شغال. طبعا حد يقول لي دلوقتي صفي، اقول له انا ما بصفيش العصاير علشان خاطر حاجتين. الحاجه الاولى استفيد من الالياف ومن القشره ومن الفايده كامله، تاني حاجه علشان خاطر الطعم والنكهه، وانا بشرب كده اكل شويه عنب فانا ما بصفيش العصاير. عصير عنب بالمياه الغازيه خطير من اللي موجود في التلاجة بقى، يعني اللي هيوافق تلاجتكم من الحاجات اللي احنا هنعملها دي. انطلقوا، اشطف الخلاط بتاعي زي اي ست بيت شاطرة، واجي هنا اركي. انا هفضل اعمل سموذي لحد ما انت تقولي اتكلي على الله. هاخد شوية مانجا، عندي شوية مانجا هنا حلوين كده لزاز. ساعات تجيبوا المانجا كده تطلع ايه حدقة، تقوم واخدينها حاطينها في الخلاط. عندكم حتة ايس كريم مانجا اديله، حتة ايس كريم فانيليا شغال عايشي. شوية مية، شوية مية غازية، شوية لبن اللي موجود. انا عندي مياه غازية فانا مش عايزة ايه، خلاص اصلها اتفتحت يعني لازم نستفيد بيها. اديله ميلك تشيك مانجا خطير خطير. الخلاط هنا يعني هو صح طبعا ان هو يبقى جامد، بس يعني هو الصراحة بيبقى مش هقفله بقى. انا نسيت وقفلته، انا اصلا مش المفروض اقفله، الخلطة عندنا غريبة انا برضو قوي. ادي شوية ميلك تشيك مانجا يا باشا هنا كده. اشطف تاني، اشطف تاني، اشطف تاني لحد ما المخرج يقول لي السلام عليكم. انا مش هخ انا مش هختم غير لما اخلص المقادير اللي قدام. الله ما الختمه بقى. شويه موز، موزه اهو، موزه اهو، موزه اهو، لما اللي يحصلني يكسرني بقى. موز، شوف بقى مين، شفت الـ شفت الـ شفت الـ الله العظيم، سموا بالله. ادي شويه موز حسدتوني، وادي شويه ايس كريم فانيليا. الله العظيم، ده انتوا ده انتوا. شويه ميه، شويه ميه، شويه ميه. مش هختم، لما تقولي اختمي مش هختم. مش هسمع الكلام. موز مع ايس كريم فانيليا. ده لسه هجيب له حاجه. ده انا قصده 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 هاخد انا بقى هنا الخلاط. انا قصده، اسمع اسمع اسمع، جت فكره في دماغي وانا شغاله. هقوم واخده بقيه ايس كريم الفانيليا، بسم الله عشان بيحسدوني هنا، وهاخد ايس كريم شوكليت اخر واحد وقعد خلاص. هاطلق صراحك بعده، وهاخد ايس كريم. معلش لازم اروق وانا بشتغل، ده طبع فراوله. ده بقى ده المتوصي عليه ده، وشويه من
ايوه، وشويه من المياه الغازيه البيضة، وروق وانت بتشتغل عشان ايه ما حدش ياكل وشنا. ده بقى من الاخر، اي حاجه عندكم في المطبخ، اي حاجه عندكم في التلاجة، اي حاجه عندكم في الفريزر تقدروا انكم تستغلوها تعملوا منها حاجه لذيذه جدا جدا، طعمها حلو قوي قوي. كوكتيلات بنجيبها من بره بندفع فيها فلوس كتير جدا جدا وما بتكونش مخدومه زي دي، هتعجبكم قوي قوي الافكار. ممكن تقدموا بكريم شانتيه، ممكن تقدموا من غير، ممكن تحطوا ايس كريم على الوش، ممكن تحطوا فاكهة، ممكن تحطوا شوفان، ممكن تحطوا مكسرات. انطلقوا يلا يا فاطمة. الو يا فاطمة، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. امور يا فاطمة، عايزة طريقة الشاورما. حاضر حاضر عينيا. وادي شوية مانجا عندي بقى هو هي حلقة بواقي بقى بقت فجأة. عندي شوية كيوي، عندي شوية من الكيك. يا نعم، ما تقولش لا. حلو جميل رائع. اروح هناك ولا ايه؟ انا اروح هناك بقى ونرجع. يلا 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 بيت اختك بقى، اتفضل راجع معايا بعد اذن حضرتك. اول حاجة عملناها كانت البوك كيك او كيكة الجيلي. عملنا الكيكة وخبزناها وهي بتتخبز، جهزنا الجيلي ووصلناه لدرجة حرارة الغرفة. بعد كده اخدنا فتحات جوه الكيك، الحجم اللي انتوا عايزينه وعدد الوان وانواع الجيلي زي ما انتوا عايزين. انا استخدمت 3، انتوا ممكن تستخدموا اكتر او اقل زي ما انتوا عايزين. كمان حطيناها بعدها في التلاجة، قدمناها مع الكريم شانتيه والمانجا، انتوا تقدروا تقدموها زي ما انتوا عايزين. عملنا كمان الترايفل ببقية الكيك اللي عندنا، بس النهاردة عملناه بالايس كريم كنوع من انواع التغيير، مش بالكريم شانتيه والكاسترد والجيلي زي ما هو متعارف عليه. قلنا نغير شوية النهاردة في الافكار. قدمناه مع شوية من الكريم شانتيه والفاكهة، لذيذ قوي برضو. اخدنا بقى بواقي الفاكهة وبواقي الكريم شانتيه وعملنا بيهم وبقيه الايس كريم وبقيه كل الحاجات اللي اتبقت عندنا، وعملنا بيهم مجموعه من العصاير اللذيذه جدا جدا ومختلفه ومتنوعه. وعملنا كمان الريد فيلفت وقدمناها بطريقه شيك جدا بس في نفس الوقت بسيطه جدا لكل الناس اللي ما بيكونش عندها الامكانيات او الخبرة في الحلويات انها تعمل حاجة فانسي قوي او متطورة قوي، لكن في الاخر احنا عندنا كيكة والريد فيلفت زي ما قلتلكوا بمنتهى البساطة هي كيكة فانيليا حلوة ومضمونة النتيجة، محطوط عليها كاكاو ولون احمر، والموضوع خلص على كده. بتمنى تكون الحلقة والافكار عجبتكم، وبتمنى اكيد متابعتكم يوميا من 3 لـ 4. استنونا.